قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في حلقة جديدة من سيتي سكايلاين. الحين بنجاوب مجموعة أشياء. أول شيء، في الفيديو الماضي أنا ما لاحظت لازم توصيل صراحة الكارغو ولا الشحن بآخر الخريطة، وهذا شيء لازم أسويه في سيتي سكايلاين الجديدة، وهذا شيء أنا ما سويته قبل، بس الحين سويته وبدأت الصادرات عندي تطلع. الاقتصاد طبعا في حال افضل، وانا زدت خدمات هنا ولا زدت مزارع هنا وسويت شوي مناطق جديده بعيد عن الكاميرا. وكمنطقه في حد قال لي عشوائيه، طبيعي المدن كلها في الدنيا عشوائيه، وعلى هالاساس انا احطي بلوب عشوائي حسب نعدله بعدين. مدن في العالم تقوم على هذا الاساس، على اريحيه المكان ووصول الخدمات وبعدين تطلع لمستوى اعلى. ف شوي هذا في الرذم الطبيعي للعالم الحقيقي يشتغل بالطريقة هاي. زين، هذا المكان اللي تذكرونه بين الصناعية وبين المنطقة الجديدة، أنا شو سويت الحين؟ حطيت جسور جديدة. الجسور هاي حلت لي معظم مشاكل الزحمة، مشكلة ولكن معظمها. زين، وعندكم الجسر الثاني حطيته يوصل بالصناعية هنا، شوي قاعد يستوي عندي حوادث وأشياء ولكن مش بالسوء. لكن الفكرة هاي اللي يطلعون من لينين إلى لين ثالث، لو تشوفونهم بالطريقة هذه. فالحين الإشارة مشي الحال صراحة، بس قد يكون في تعديل مستقبلي إضافي على هذا، أقدر أضيف دوار، لكن دوار راح يزيد مشاكل مع خبرتي مع الجسور الحالية. ضفنا اشتريت شوي مناطق وسويت بنية تحتية على أساس نسوي جنزة القادمة يمكن هني في سيتي سكايلاين، وبنشوف شو يستوي. بخصوص الانتاج والصادرات، طبعا زدنا انتاج المزارع اساس يكون عندنا اضافي 106 طن واشياء زايده. فبالتالي شو استوى معي انا؟ لفلت ليفل زياده وصار عندي بوينت. البوينت في شو بتروح؟ اول شيء بتروح في بنيه تحتيه مواصلات. انا محتاج اليوم ترام ومحتاج سبوي على اساس نبدا نحط المنطقه الجديده. طبعا من وصلت هذا، طبعا انا ضفت عليه ابجريد اللي هو كرين زياده على اساس يحملون وينزلون زياده. شوفوا عندي 3000 وشيء طن هنا، وعلى امل انهم يصدرونه باسرع وقت ممكن ان شاء الله للخارج. طبعا هذا موصل في خارج الخريطه من هنا في نقطه شيبنج روت 2، وعندي شيبنج روت 1 في المكان هذا. في روت ثانيات بس ما بستعملها صراحه. انزين، هذا المكان بيستوي شوي نفس جنزة في طوكيو، بحيث ان شوارع ستريت ولا سيدة وبينهم محلات ضخمة. انزين، لكن عشان نحقق هالشيء لازم نحط شوي خدمات. مثل ما قلنا قبل، العشوائية قد تفيد وقد لا تفيد. انزين، نزيد قوة البرش ونشل النوع المحدد، عفوا رايت كليك، على اساس نشل كل الشير اللي موجود. على فكرة البرش ممكن نزيد حجمه عادي، ما عندنا مشكلة. ابى اشل كل الشير اللي في المنطقة والشير الموجود يكون انتقائي. الشيء الوحيد اللي سويته صدر المدينة اللي هو من هني، حطينا تقاطع الضخم في شارع دائري وفي مكان امتداد هني حق صناعة بسيطة، لان عندنا هني ريسورس اور. خلني اعرفكم على المنطقة، في مكان ماي عند الجسر، وعلى الاغلب هني راح يركب قطار وراح يستوي هني مكان يمكن على الاغلب بخ وصناعات ماء من صوب الثاني من المدينة، والمدينة راح تمتد على رذم ساحلي مثل ما قلنا نحن. المدن تتمحور حول الاشياء. انزين، هني عندي أرض زراعية قررت أستغني عنها، بس عندي هني في المقابل بترول، وهني عندي معادن. على الأغلب هالمعادن ما راح أخذها، راح نأخذ المعادن البعيدة عشان يكون بعد عندها ميناء شحن، عندنا نقاط شحن. انزين، جنزة عبارة عن شارع رئيسي، ورا الشارع الرئيسي هذا اللي يطيح في جنزة بنقولكم عنه. انزين، محلات طولية. طبعا نحن الحين عندنا محلات طولية، فأبى أكبر محلات ممكن تطلع. ورا المحلات الطولية في جنزة محلات مخلوطة مع بيوت، اوكي، وفي حولها خدمات. الحين هذا المكان بنبدأ نضيف فيه شيء اسمه سيجنتشر بيلدينج. سيجنتشر بيلدينج مثلا عندنا هذا سكني، انزين، وهذا يعطيكم احساس، وانا مجهز له حديقة قدامه صراحة بالطريقة هاي اللي هو يعطيكم اللكشري ولا يزيد عندنا البوينتس. هذا شو يزيد عندنا؟ 4 ويل بينج وذن 1 كيلو متر، والكيلو متر ترى مش شويه، ما اعرف ما يعطيني الرينج اللي عليه حاليا اذا اسوي له سلكت، ولكنه ممتاز. وعندنا مكست ريزيدنت اللي هو ريزنس مع البنايه اللي هني، هذه مكس بس هذه بنحطيها في استعمال ثاني. ف وعندنا سيجنتشر
ستريم داينر، هاي محلات صغيرة ممكن نستفيد فيها عند الخدمات اللي بنحطيها. الحين وجود مكان نفس هذا زين، انت ما عندك كاستمرز على عيني وراسي، بس ترى تو ما نحطط ما بنيت. انزل الحين الشغلة الثانية اللي بنسويها، عندنا النورث امريكان ستايل رو هاوسز زين، هذا ميديوم دنسيتي، وعندنا لو دنسيتي ميديوم، وعندنا ميكست هاوسينج ما نبغى نحطي، وعندنا لورنت هذا لورنت بروفايدر، لان عندنا اوريدي الاجار غالي في المناطق، لكن هذه المنطقه على الاغلب راح امدها كامل على المحيط هذا لين حول المنطقه البتروليه بشو بالريزيدنتال زونز اللي هي حق الناس الاقل، فيري ستاوت تايبس اوف هاوسينج، هذه الاكثر مناسبه، ما نبغى هاي لو دنسيتي لنا زين. فهاي بنبدا نحطيها بالطريقه هذه، وبعدين بنبدا نمد شويه بيوت هنا، هذا يمكن اكسره في المستقبل بنشوف. انزين الحين من ناحيه الخدمات اللي تحتاجها المنطقه، اول شيء نحتاج مركز شرطه، ونحن خلينا فراغات، وصار عندي بوليس هيد كوارتر بس للاسف ما اقدر احطيه حاليا، وعندي ويلفير اوفيس اقدر احطيه هنا حق هاي المدينه، بيكون مكان حلو يكون في راس المدينه، بس افكر يمكن امد الشوارع منها فما بحطيه حاليا. بس هني نبغى نحطي خدمه ضخمه حاليا اللي ينقصنا نحن ككولج عندنا، كذا مدارس عندنا، والناس عندنا. انزين انتم كاستمرز بينكم لا تحاتون. انزين فالفكره العامه الحين ممكن امد الخط السكاني، ترى انا جاي من تحت الجسر شوي عرفتوا، فاقدر اغير شوي الانطباع بعد، ولا المكان بحد ذاته. هذا ردا على الموضوع، ترى سالفة المكست هاوسنج شوي سالفة، خلنا نخلي لها تشكيل مختلف إذا استوى الطريقة هاي، وبعدين نمد منها هني مكان، نسوي من هذا المكان اللي بيها خدمات. طبعا في بيكون عندي انحناءات انا، بس ما بمشي للانحناءات لا، انا شو بسوي، بحط شارع سيدة، بخلي الشارع الداخل مع الشارع، هاي واحدة من ميزات سكاي لاين الجديدة، نقدر نسوي اماكن نفسها، والدوار هذا اضافة ضخمة جدا بالنسبة لي في سيتي سكاي لاين. وعندنا نبدأ توصيل الشوارع الخارجية، وهني نحن شو بنبدأ نتحكم، خلنا نسوي هاي بالطريقة هذه على اساس تكون موصوله تقريبا كل مكان، بالشارع داخلي هنا وشارع خارجي لا بالعكس، ما ادري اذا وصلت الفكره، ولكن زين. في نفس الوقت هنا نحن نحتاج زين جسر صغير اوكي بالطريقه هاي، بنشوف كيف يحط لنا، في عندنا وايد تولز، سناب تو جريد، سناب تو لاين، نقدر نسوي وايد اشياء هنا، لكن حاليا ما راح نسوي فيها اشياء ضخمه، بس انا الود ودي لو كان يسوي اللي هو الكنكري ولا الطابوق كاساس له، وما شفت فعليا الطريقه الصحيحه للشيء هذا. انزين من الصوب الثاني بنحاول ننزله قبل بدري شوي على الطريقه هذه، وهي بالشارع يميل الى منو، نزله اوكي نزل بشكل جيد بس مش مثالي، ونحاول ندخله الى هذا المكان. طبعا هذا المكان انا ما اعرف انه ما كان اللي افضلها وسافرت لها صراحه، راح نحط ديستركت هنا اوكي، وهذا الديستركت راح اسميه كامل، هذه جنزه مش لهناك لا لهني اوكي، وهذه راح نغير اسمها الى جنزة. ترتيب مدينة من الزيرو مش بالصعوبة، لكن انك تحطي شوي شيء عشوائي بعدين تبني عليه، ترى انا بالنسبة لي صعوبته اعلى صراحة. وبنبدأ نحطي البيوت السكنية شوي بعيدة عن المنطقة الثانية، انا عايبني العشوائية اكثر، اعرف ممكن اختار خانة او خانتين او ثلاثة والبيوت تتغير اشكالها، لكن انا ما ابغى شيء، انا ابغى كل واحد كم عنده فلوس يقعد يبني، شوفوا هذا فلوسه غير، هذا فلوسه غير، هاي الجيران منطقه تجاره حره، هم احرى باللي يسوونه ولا ادرى باللي يقعدون يسوونه اوكي.
حق اللي بيحتشر، عارف في حد بيحتشر في الكومنت الحين. انزين المنطقه هذه الحين كمنطقه، شوف الفلوس ما عندنا نحن مشاكل الضخمه خلينا نقول فيها، لكن بنبدا ندخل في مشاكل الضخمه من نبدا نحط خدمات. اول شيء الترام، المنطقه اللي يعني انا حاطنها في بالي ما فيها، شو ما فيها فعليا ترامات، اوكي كتكلمون عن اليابان، فممكن نحط لنا منطقه هنا، قلنا لكم نستعملها كمنطقه صناعيه، بس هنا في اور فما بحطيها. ممكن نستعمل الصناعيه اللي موجوده هنا حق الريل يارد او حق منو صديقنا ولا اصدقائنا اللي بيجون هنا عن طريق السبوي مالنا، ولا المنظومه تحت ارضيه، تحت ارضيه يسمونها، سموها كيف ما تبون، هي وايد اسامي لها صراحه. فبنطلع منها شوارع سيده، بما انها منطقة احسها اقرب الى الصناعية، فما راح اخذ وايد حذر بخصوصها، لكن ببدأ اكنسل الشوارع اللي ما احتاجها بشكل فعلي. يعني لازم تكون المنطقة شوي فيها الضخامة، فراح استعمل معظم المنطقة هذه حق الترين، فخلوني الغي هذا الشارع، ابقى احطيه في مكان يسهل التحكم في الريل يارد. انزين الحين الريل يارد هذا، انزين او على فكره نحن نقدر نحط القطار نفسه، وين القطار اللي انا اذكره، نقدر نحط فيه سبوي تحت الارض، شوفوا، فهالقطار راح يخدم كسبوي حق هاي المدينه، اوكي، والسبوي هذا نفسه فيه مكان حق المينتنس وحق اشياء ثانيه، فنحن نحتاج السبوي يمر على هذا الخط اليوم. اكسترا تراكس ما نبى اكسترا تراكس، نحن نبى السبوي نفسه. زين فالسبوي نفسه هل هو اليوم له مكان تحت الارض هني؟ على الاغلب لا، فلازم من مكان يمر حق صيانه وحق اشياء ثانيه. فشو بنسوي؟ طبعا عندنا باس ثرو اللي هو هني، وعندنا هي الاشياء اللي شو فوق سطح الارض. الحين هذه ترى بيكون فيها يعني هاي يسمونها خدعه القرن العشرين، ترى لحظه اوفرلابنج ايتمز، هل ما اقدر اوصلها من هنا؟ اظني من طرف واحد اقدر اوصلها، اللي هي هاي هاي حق السيرفس يدخلون، اوكي. انزين هذا معناه راح ندخله من هنا، نسوي مكان بينزل بعقبها تحت الارض، هذا مكان اللي خلينا نقول السيرفسات اللي راح انضمها لمنو، هذا يكون اعلى ابعد مسافه احس، وخلنا نميل شوي الوارع وما اخليها بشكل بالطريقة هاي وبالطريقة هاي، اوكي. الجهة الثانية راح تكون تقريبا نفس الشيء، لازم تمر على السيرفس، يعني طريقة overlapping items، خلنا نمدها شوي، بالطريقة هاي وهاي بالطريقة هاي وهذه بالطريقة هاي. أشوف الأرضية، خلنا نشوف كيف تعاملت معاها، سوت لنا حواجز كونكريت بشكل جيد، ما مش محتاج إني أنا أقعد أسوي حق كل شيء منفذ صراحة. انزين من ناحية ثانية لازم هذا المكان يدار وباسترو، يمكن ما بيوقفني كسيرفس، صح ولا لا؟ هذا ما طاع يتوصل، فممكن نمده من الخلف شوية صراحة.
الطريقة هذه وهذا كذلك. نشله شوي من ورا. الطريقة هذه. فاستوى عندنا مكان مرتب. مرتب إلى حد كبير جدا. ومن هني نحن شو بنبدأ نسوي؟ ننزله تحت الشوارع. هل أوبشن فوق الشارع موجود؟ نعم موجود وممكن نستعمله. إيش رأيكم نستعمله؟ أنا أبغى أستعمل الأوبشن اللي موجود فوق الشارع صراحة. ممكن نيب للقطار هذا عفوا هذا الشحن. زين نشل من اللاين. أوكي ونحطيه عند منو؟ بالطريقة هذه. خلنا نقدر نبدأ بالطريقة هاي؟ لا بينكسر. فعنا شوي حدود في الموضوع هاي ان نمده من فوق. لكن فكرة اني انا اقدر امده من فوق مسويت له غراء جبار جدا جبار. حدون هاي الحركة كنا نحاولها في الجزء القديم وكانت رحلة معاناة للي يذكر. يعني كنت منزل مود ومكسر الدنيا يعني هاي واحدة من الأشياء اللي قاعدين نحصلها الحين في سيتي سكايلاين 2 صراحة ما كنا يعني فعليا بشكل فعلي نقدر نحصلها في سيتي سكايلاين. هل طلع بشكل منطقي؟ نعم بشكل منطقي. ونقدر نسحبه لوين؟ للصوب الثاني تقريبا من الشارع. بلد شيب شوفوا يالس يعني ياخذ معي. يا الله يا الجمال يا الله يا الجمال يا الله. يعني الطريقة في نص الدوار اقدر احط العمود وماله. يا ويلي شوف يا صغير الشارع حقي. صراحة اي بالنسبه لي انا يعني كاليوم في يوم من الايام كنت احاول اسوي شيء نفس هذا وكان يخليني على قولتهم اذوق الامرين. يعني مرضي مرضي وايد اكثر من ما انتم تتخيلون. يعني فيمكن اللي كان يتابعنا قبل زين ويعرف شو المعاناه مال هذه فقط مجرد المعاناه ممكن يفهم يعني وش كثر هذا الشيء مرضي للي يتابع اليوم مع خليل سيتي سكايلاين. يعني هذا التفصيل وكمية التفصيل هذه كانت بالنسبة لنا يعني معاناة لها أول ما لها آخر. شيء فوق الخيال وضخم. انزين الحين بالنسبة لجنزة لازم نوصلها مجموعة أشياء. واحدة منها اللي هي اللي فتحوا لنا اندر جراوند سبوي وعندنا اوفر جراوند سبوي. طبعا الحين احنا ممكن نسوي اي وحده من الثنتين بس انا ما افضل خط طويل نفس هذا يكون اوفر ذا جراوند. لازم انزله تحت الجراوند واسكر الشارع من وين ابا السبوي ولا منطقه السبوي مالي تنتهي. وايد منطقي وواقعي الاشياء الطريقه تحط الاشياء واقعيه بشكل مرعب. زين الحين ابا في نص جنزه قدر الامكان اني احطي سبوي ستيشن. ونشوف شكله. يا الله ما احلاه ما احلاه. اقدر احطي ستيشن سيرفيسز. وات يا سلام شيء عالمي. ونحطي جنبه باركنات صغيره جدا. اصغر باركنات عندي اللي هي هذه الحجم للي اليوم يبا يخلي سيارته ويروح عند منو يروح ياخذ له شيء ولا اشياء من المكان. بنحط لنا كم شيره هني على اساس يكبرون مع الوقت
لان الحين تشوفون الدائره اللي حول الشيره هي حدود الشيره، والحدود اللي بتكبر فيها مع الوقت وما يخليك تبني الا انت حاط الدائره هذه. فبالتالي صار عندنا الحين اخر الحين بيبين شغلي عدل ولا بي هوبفلي يكون عدل. الحين كيف اوصل ال... اه هذه نقدر نوصلها سيدة تحت الشارع، وعلى امل ان ما تكلفني. لحظة واو الجرافيك ها تحت الارض تشوفونه كيف يبين لي الخط وروم اخذ منه. واو هذا بيحل وايد مشاكل يا الربع. يا الله يا الله يا سيتي سكايلاين يا الله. خلنا ناخذ منعطف كبير، خلنا نحاول نوصله بالسيرفس بدون طريقة هذه. هل توصل؟ لا طبعا ما توصل، لان كان عندي انا القياس مش صحيح في التوصيل. فخلنا لو ياخذ مدى، لان الحين اليوم في سيتي سكايلاين كل شيء فعليا ضخم بشكل مرعب. الحين لو نشل هذا التول شوفوا ضخامة السبوي هذا واقعية. يعني الحين انا اقدر اضيف مينتنس هول، بس لازم اشل الشارع الباي باس. اقدر احوله ورا يعني عادي، واقدر اضيف اكسترا تراكس اذا بغيت حق الصيانة. طبعا هاي البيون حق الصيانة ولا واتيفر برايهم حاليا، هذا عقب بنشوف موضوع. انزين الحين كمنطقة انا اليوم اتكلم سيتي سكاي لاين، اقدر اقول يا سيتي سكاي لاين هذه حدود السبوي ولا اللعبان اللي نقدر نلعبها ولا الاشياء اللي نقدر نحطها. الحين نحط لنا سبوي رود، انا ابغى احط سبوي من هنا ان شاء الله ما يسبب لي مشاكل، الى سبوي هني. بس في عندي خط كأنه مكسور، باث فايندينج فيلد. انزين اذا انا عندي طور بالشكل هذا، ليش؟ ايوه شو قلت لكم؟ هني لازم ننتبه، لانه مفروض الواقع انه شوفوا هذا الشيء مفروض اركز عليه. الحين اقدر اسوي باس على امل ما يطلع لنا نقطة ثانية غلط. زين نقدر نحطيه وين؟ ايوه ويرجع مرة ثانية الى اوكي. خلنا نشوف طلع لنا هني في سبوي سيتيزنز، في عندي 1 لاين 2 ترينز شغالين فيه، واليوز 0% باسنجر 0%، بس بيسكلي المفروض اللاين مالي اكتمل خلاص. الحين ها ما شاء الله شوفوا قاموا يستعملون الباركينجز. الباركينجز از ا جود انكم اظني اذا كان في المكان الصحيح والطريقه الصحيحه. الحين ليش نحن عندنا اللودن سيتي عليه طلب، فاللودن سيتي قاعد يسوي لي شوي مشاكل. اللي بسويه الحين لازم نمد المنطقة هاي للأعلى، بس خلنا نتفادى البترول شوية. البترول جاي لنا سيدة، فممكن
لا ممكن نمتد يمين، بس يمين هل انا ابى السورس هذا اوريدي انا مغطنه صح، فممكن امدد شوارع لهني وبعدين اسيسها ولا اقيسها مع الجماعة اللي هناك. شوفوا الاشكال هذه، انا احس اني حطيت شو اسمه الغلط. زين اوكي هل انا حطيت العماير الغلط؟ اتصور الحين ميديوم دنسيتي كله، خلنا نشوفهم شو بيسوون وهل راح يتطورون الى شيء جديد ام لا. فكان ممكن نشيك وخلاص. شوفوا هذا لو دنسيتي، هذا ميديوم دنسيتي يبين من هنا. خلنا نشل الاندر جراوند، نمسح حايل، نمسح اي شيء لو دنسيتي اساسا نعجل الموضوع ونسوي لنا شارع عمارات ماركات. زين الحين في لازم ميكست هاوسنج وراه يطلع ان شاء الله يعني، وعندي اللي هو لورنت هاوسنج. الحين هاي اللي وراها مفروض فيها محلات، شوفوا محل ياكسو وهالسوالف، التفاصيل فيها فظيعه جدا. وحطينا لهم المترو في الوسط، في عندي لاين واحد شغال، هل حد يركب فيه ولا ما يركب الله اعلم. بما ان عندي الاقتصاد زين بنبدا بالبنيه التحتيه. انا فتحت لي مركز شرطة كبير، ولا بفتح لي عفوا مركز شرطة كبير حاليا على اساس مفتوح سوري. زين بس يباله 2 مليون، 2 مليون هاي يباله امتداد ثاني. فشو بنسوي؟ بنحاول نسرق منو البترول اللي هني. هو مش سرقة تعتبر، بس كصناعة انا اليوم ابغى اسوي صناعة، عندي اربعة اقدر اشيلهم صح؟ أحاول أمد درب صناعي وأعزلهم شوية، مع إنه غلط صراحة أن يكون هني. فليش ما أحط البترول هني؟ بحط البترول عند المصانع أفضل. صبر خلنا نشل من التحديد، خلنا نشل بترول من هني، وهذا مفروض إنه يعدل لنا كمية كبيرة من مثل ما نقول المشكلة اللي موجودة. خلنا نحط لنا الشارع لين هني، هذا حط الشارع هني بالطريقة هاي. وحيد كنت ماد شارع لهذا المكان، نقدر نمد شارع صغير بالطريقة هذه للمنطقة البترولية على أساس يقدر يوصل معظم الخدمات اللي موجودة. ممكن نمد من هني في المستقبل جسر صغير لين هني، لكن هذا ما عندي مشكلة فيه. مثل ما قلت لكم ما بقيس الخريطة على مزاجي، على كثر ما بحاول أخليها ماشية لشو للوضع الطبيعي للأشياء وهي كيف شغالة. والحين بعد شيء حلو أن نحن نشوفه الصراحة، الأور أحس لازم أسويه في جبال، لأن المعادن طبيعيا تصنع في جبال، عرفتوا؟ ما تصنع في شو في خلني أحطيها شوي هني أكثر، أحس بترول أعلى، نسبة البترول أعلى هني شوي. طريقة هاي طريقة هاي أفضل، أحس أعلى بيكون البترول. منزل الصناعة الجديدة تقتضي أشياء جديدة. يعني الحين أنا عندي هني أماكن، شو سوينا أماكن صناعية. حلو، أنت شو مشكلتك؟ يعني أنت الحين بذمتك، ها الحين بذمتكم هذا باني ورا هذا ورا الشارع. إنزين شو تتوقع يعني كيف تتوقع تمر؟ يعني في أشياء بالمنطق يا أخي. إنزين نحن حطينا إعادة تدوير ولا محطة حرق نفايات ثانية ورا محطة الحرق هذه، ولا في هذه المنطقة أبى أبدأ أحطي في وسط هذيل الصناعات الأكبر شوية. يعني ورا هاي لازم يكون في صناعات، بما أن أنا عندي حرق والإنسنتريشن هذا بيكون عندي مجموعة صناعات. لكن غير مجموعة صناعات عندي سيجنتشر بيلدينجز هني صناعية، دايري لأني حطيت وايد مزارع، وعندكم كيميكال بلانت. الحين الكيميكال بلانت نبى نحطيه في مكان قد يكون الأنسب له اليوم. ليش؟ لأن عندي منتجات بترولية صح،
من الممكن جدا مثلا اني اكس مكان معزول نفس هذا بروحه واحط كيميكال بلانت. طبعا اكيد بيقول لي ما في شارع يعني الحبيب، ولا هل هو يحتاج شارع بروحه؟ هو لو كنت اقدر اوصل الشارع كان افضل، بس ما قدرت اوصله وما في لها ابجريدات. انزين الحين هذا يعطيني 1% على كل الاندستريال اللي موجود، وين موجود في المدينه مالي، وهذا شيء كبير ترى. شفتوا العشوائيه تبدا تحطي لنا اشياء جديده، نبدا نصدر اشياء، فهي مش عشوائيه 100% لكن بالنسبه لي طريقه بناء المدن وهي الطريقه الاصليه. خلنا نحط شويه مصانع هنا ورا المنطقه هذه، هاي القراب على الشارع اللي يودي وين، يوديهم لين التصدير سواء عن طريق البوت او عن طريق منو القطار اللي هني. فعندهم وايد شوارع، شوفوا حتى هني سوينا معبر، سوينا اشياء حق القطارات على اساس تروح وترجع. انزين الحين شو صار في جنزة؟ جنزة اساس تتطور محتاجة شوي اشياء، منها سكان. الحين السكان عندي مقسم اقسام، هو للاسف يبدا يطلب لودنسيتي لودنسيتي لودنسيتي، واللودنسيتي تبدا تحطي يعني كميه ضخمه من الناس للاسف. فباجرب اللارج ابارتمنت، هل اقدر ابدا احطي في الجوانب والخلف؟ لان اذا نحن نتخيل الشارع الرئيسي مالنا منو؟ هذا، هذا شارع جنزة الأساسي، ولا اللي الناس تروح وترجع منه يشوفونه الطريقة هاي، عرفتوا قصدي؟ انزين الحين في الجوانب هذه نقدر نحطي اللي هي الأوفيسات المكاتب بالطريقة هذه، نبدأ نحطي هني مكاتب. الصوب الثاني ما بحطي أي شيء في هذا المكان من الأماكن، يعني نبدأ نحط شيء ثاني اللي هي الخدمات العامة السيمتري، نقدر نحطيها في الشارع هذا ونخليها في المكان هذا كحديقة في نص المدينة. واللي ما راح اليابان هذا شيء طبيعي، انتم في نص المدينة تحصلون حديقة ضخمة عبارة عن خدمة شيء معين، يعني بالضبط هذا شيء طبيعي جدا بالنسبة لهم، يعني هذا اللي نسويه لا يعتبر عشوائية بالنسبة لهم، هذا موجود في نص المدن بشكل عادي. بس ممكن نحطيه هني زين، ونعطي ابجريد خفيفي هذا، ونعطي ريمينينجز بالطريقة هذه، وحدة يسار ممكن نحطي. مشكلة طريقة حط الأشياء في اللعبة شوي مش مرضية صراحة، يعني الطريقة مش مرضية. في عندنا مواقف هني، احنا ممكن بعد اذا حسينا انه بيستوي زحمة ممكن نحاول نحطي لنا اشياء تناسب المساحة، بس هذه ميديوم باركنج لوت، خلنا نشوف كيف شكلها. اقدر احطي مال المشاة جنبها زين، واقدر احطي وحدة بنفس الطريقة مال المشاة جنبها، الارض مش سيدة واللي هو شيء عادي جدا زين بالنسبة لي أنا، على الأقل عارف في حد بيحشر ولا لكن مو مشكلة عادي، سامحوا أخوكم الصغير هنا. إنزين ونحط لنا عبور مشاة، هذا نقدر أسوي خط مشاة بس ما بسوي هني، بسوي خط مشاة للأسف ما أقدر أوصلها بشكل فعلي، بس مش مشكلة عادي. هذا ممكن نأخذ منه بالطريقة هذه، ممكن نوصله بالطريقة هذه مع باقي المدينة. هذه إذا وصلناها هني في ناس بتمشي أتصور، نعم بس ما بسوي خطوط مشاة الحين. إذا تبون تسوون خطوط مشاة بس تحطونه في الشارع، شوفوا بس أنا ما أبغى كل شيء فيه خطوط مشاة. خل هذا مايل شوي، نسوي كروس هنا
اتمنى شوي لو كان ان فيه ال كيف اخبركم ان اقدر اوصله بالمباني. شفتوا كيف شو قلت لكم على الحدائق؟ نفس الشيء نفس المبدا. الحين هنا بنحط اشجار قصيره صغيره نفس هاي البوشز. انا احب الاشياء شوي مبعثره خلينا نقول الطريقه هاي، ممشى للناس الطريقه هاي، ونحط بينهم كم شجرة حلوه بتكبر مع الوقت ويعطي منظر جميل وشوي يخف الحشره ومن العماير شكلهم حلو. بيشتغل عازل جيد ما بين المكان هذا والمكان هذا، بس هذا شيء طبيعي في بعض البلدان. الطريقه هذه ولا التصميم هذا اللي تشوفونه في بلدان وايد يعتبر شيء طبيعي وما يعتبر يعني خارج نطاق النص ولا الاشياء هاي. الحين الانكم مالنا تو ماتشنج، ترى مش احسن شيء بس يمشي. الشيء اللي نقدر نسويه نحن هنا ان نشوف المترو مالنا شو اخباره. اول شيء لايز باسنجرز ويتنج تو الى اخره الى اخره الى اخره. هذا في باسنجرز اثنين، هذا في 7 من 1080 يشيل 2000 3200 تقريبا و40. هاي الوايد وايد 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 مساحة ومش محتاجين عربات اكثر. باركينج فيز امور طيبة، باركت فيهيكلز فل، فممكن نحن نروح لسولوشن ثاني بس مش موجود عندنا حاليا اللي هو اندر جراوند باركينج، او ممكن نسوي مكان حق عند الحديقة بما ان عندنا حديقة هني حق وقفة السيارات. يعني ناخذ لنا نعتبرها الباركينج حق هذه المنطقة وهذه المنطقة سواسية، او ممكن حتى شوي نخرب في تشكيل المكان اني بلنا ممر عبور مشاة سيدة نبني فيها عمارتين. انا اسف الطريقة هذه والله اذا نسويها ممر عبور مشاة في الوسط بعد احسن بالطريقة هاي، ونعطيهم اشارة ونحط هني بعد بالاتجاه الثاني موقف ضخم لا ميديوم وايد سمول بالطريقة هاي، فيكون شوي نسبيا شكله مرتب ويقدرون يوقفون هني ويمشون للاتجاه الثاني. ويوم بتطلع العمارة هاي مرة ثانية ما راح تسوي لنا الازمة الضخمة اللي ممكن نتوقعها. لين نفتح الاندر جراوند بارك انا عندي 4 نقاط انا اظني ممكن نستعملهم في تعليم، ممكن نستعملهم في شوارع بس ما بالحين شوارع. في عندنا اندر جراوند باركينجز 4 ما بستعمله بس احسه شيء مفيد، وعندي اندستريال ويست اللي هو تدوير اشياء ضخمه، بس انا اللي اعتقد محتاج هنا يونيفرسيتي ومحتاج فاير ستيشن. هالشغلتين محتاج اكبرهم لان المنطقه هذه عملاقه الى حد طيب. الحين المكاتب هاي بتتطور ترى شوي 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 بتتطور. كوندمت ليش؟ اوكي سوى الرونج تايب وتبر راح يلغي نفسه ويعيد. انزل الشيء الثاني كمكان خدمي، انا اتكلم الحين كمكان خدمي ممكن نحطي لنا جامعة بس الجامعة وايد غالية. نبقى نحطي مدرسة ابتدائية، المدرسة الابتدائية راح نمدها بخطوط شوي اكبر. هاي المكست هاوسينج هاي شوي ابقى احطي مناطق عبور مشاة بحيث الناس ما تتعب. هل باركن وين صار الباركنج؟ هني 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 خط نقدر نسوي لنا خط هني محدنا شيء الطريقة هاي، ونقدر اني بخط من هني للاتجاه الثاني على اساس الناس تقدر تتحرك من نقطة الف للنقطة ياء بسهولة، ونمد لنا شارع من قريب خلنا نقول هذه المنطقة هني او شوي اعلى الطريقة هاي زاوية 90 درجة، ونحط هني عندنا
مدرسة. طبعا المدرسة راح تغطي معظم المنطقة اللي هي المدرسة هاي مال الابتدائية، ونحط قدام الابتدائية الثانوية إذا أمكن بيكون وايد أوكي. بس قاعد يعاندني لأن الشارع ما طلع 100% سيدة، بس ممكن دائما نلغي الجزء اللي مش سيدة ونحط لنا ثانوية عامة حبة يسار، ونمد لنا الشارع من هذا ستريت فورورد بالطريقة هاي. طبعا إذا المدرسة تم شغالة حتى لو ما وصلت الباركن، هذه باركنجز المدرسة نفسها. بس على أساس نسوي الموضوع متوازي بحط لي موقف هني على أساس هذا المكان متوازي مع هذا المكان، وبنحط عبور مشاة حق اللي يبا من خلنا نشيل السنابينج شوية بالطريقة هاي، اللي يبا يجي من هني يقدر، أو حتى ممكن نميله الطريقة هاي لين خطوط المشاة اللي هني موجودة، يقدرون يمشون من الدوار يرجعون مشي للمدرسة بعد إذا كان في حاجة للموضوع. انزين البنية الداخلية ولا المواصلات الداخلية، الحين نحن قلنا ما فيها ترام جماعة منو جماعة جنزو، ولكن نحن بنسوي ترام. ليش؟ لأن المنطقة أنا أتوقع فيها ضخامة سكانية قريبة، الضخامة السكانية هاي تلعب دور كبير في الهيكلة. فشو بسوي؟ اللي بحطي في زاوية مثلا ترام، ممكن نستغله هني وين القطار بيجي، وأقدر أمشي هالشارع فيه ترام. أنا ما أتوقع زحمة عالمية هني صراحة، ممكن نلف من حوله في أي وقت، ونبدأ نحطي ترامس وين في الشوارع نفسها. الحين أنا ممكن أضيف الترام بوينت، شوفوا يدخل في نفس الشارع تشوفونه. الطريقة اللي تمشي فيها سيتي سكاي لاين حاليا مختلفة عن الطريقة القديمة بشكل كبير جدا. ممكن الترام أنا أبائي باتجاهين ويرجع بعدين نفس الشارع. طبعا الترام ما راح أخليه للمدينة كامل، لكن راح أخليه يدخل من منتصف المدينة في نقطتين، وأمد له من هذه النقطة مثلا إلى هذه النقطة. رام شوفوا قبل تقاطع الشارع يلف، طبعا عاطني انه مكسور 100%، ما عندي مشكلة. طبعا البيوت هاي لها حاجة فما عندي مشكلة، عرفتوا؟ وممكن اقدر اطورها اجيبها لفة ثانية هني، ارجع الترام من الوسط هني بخط مخصص لمنو الترام، يعني اقدر اجيب خط هني يجيله الترام هني، وهذا الخط يكون مخصص لمنو للترام. اذا ضفته هني الترام شوفوا بيجي في النص البيك رود الطريقة هاي، بعدين اقدر اطوف الترام بطريقة شوي يعني طريقة نفس هاي نطلع برا، نمشي عند منو الطريقة هاي، نمشي عند شوفوا الشارع استوى. تخطيط الشوارع وايد حلوة على فكرة، وايد حلو تخطيط الشوارع. انزين يعني خلينا نكمل خطتنا، يعني قلنا بنكمل الترام من هذه النقطة، والترام بيجي هني بياخذ لفة في هذه المدينة، وبيروح وين؟ بيروح عقبها إلى داون تاون مالنا اللي قلنا عنه جنزة، ومن جنزة بيدخل هني عسب وين يرجع من الصوب الثاني. لازم أنزل بعد عند المدرسة شوي ناس، سوري لكن هذا هل راح يشبك الحين بنعرف شبكة. بس طريقة مشي الترام شوي غريبة في المدينة، لكن نوعا ما منطقية وحلوة على فكرة. يعني شوفوا شكل الشارع، أنا أبغى أستغني عن زحمة السيارات، فبالتالي شو ما عندي مشكلة في الطريقة المدارة. انزل لا 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 قلنا الطريقة هذه لازم يرجع. الحين هذا الشارع لازم نشل منه الأبجريد، رايت كليك يشل الأبجريد والأمور طيبة.
فصار عندي ايوه صار الترام شغال الحين الترام ستوب انا محتاج الترام يوقف عند الجماعه اللي هني حلو ويوقف عند الجماعه اللي في الزاويه هني وهني وقفه وقفتين ثلاثه اربعه بعد التقاطع ما الناس تلف بعد التقاطع ما الناس تلف بعد التقاطع هني في المين تاون ما بوقف صراحة بس هني للي يبى ينزل عسب ياخذ يزور المكان ما عندي مشكلة هني للي يبى يروح المدرسة هني الشارع مكسور بتشوفه بعد شوي وبعدين اللي يروح دايركت جنزة ليش هو بينزل من هني نحن سوينا خط مشاة صح ويروح خط المشاة على طول لوين للمترو الحين بنسوي لوب حول جنزة خلي الناس تمشي شوي في الشارع ما عندنا مشكلة بالطريقة هذه بس هو متوصل ترى ما عنده مشكلة فعليا استوى عندنا لوب ترام في نص منو في نص المكان الحين بيطلع من هني سيارة ولا من وين بتشوف الترام من وين بيطلع هذا سؤال الله الترام هو نفسه الأولية كم واحد جالس يتريا؟ ما مبين عندي ان في حد جالس يتريا، هذا ترام نفسه النقاط كلها فاضيه. باسنجر زيرو، وايد حلو طريقه اللين الجديده، وايد حلوه على فكره. وترام مفروض يعني يتجاوز الجميع على امل. خلينا نشوف لفه الترام. وين ساير؟ النقطه الاولى وين؟ لا النقطه الاولى مفروض هنا تكون يا صديقي. هذه مشكلة إذا هو بيزاحم العالم بالطريقة هاي بيوقف في هذه مشكلة ممكن نطور شوارعه هو من بينهم إلى 3 لين ما عندنا 4 لين لا اوريدي 3 لين نحن مسويناه بس الترام إذا بيسوي زحمة هاي مصيبة زين وقفات الترام نفسها وين؟ يا هني شوفوا الناس تي وين؟ هني توقف بس كيف يعبرون للمكان هذا سؤال جميل كيف يوصلون لوقفة الترام وترام سوالنا شوي زحمة بس هذا قابل للنقاش في طور مختلف شوية الترام هني وقفته هذه وقفة صغيرة زين هذه لو أطورها الحين هذه الوقفة اللي أنا بطورها أبظلة أحسن من باقي الأشياء بس ما عندي ظل حقها للأسف أسف انزين الترام كم بيشل وشو بيستوي هذا موضوع ثاني نحن نقدر نشوف الخطوط ما نقدر نروح على الترام ترام 3 ترام 12 ستوبس يوزج الباسنجر زيرو ما اقدر اتحكم تقريبا فيه من هني لكن ممكن اروح على الفيو ماله واقدر اقول اساند فيهكلز خلى 4 اساس ما يزيدون التكت برايس طبيعي وبنشوف عقب ما تمشي اللعبة شوي كم الترام هذا راح يسوي انزين الحين المشاكل الأساسية في اللفات هاي يشوفونها هل أنا أقدر أوصلها أساسا على ما يبدو اللفة حادة لكن هذا ممكن أشوفه في وقت شوية لاحق ما عندي مشكلة مو مستعجل عليه بس اللي أبغى أسويه الحين أمد البيوت هذا وأحطي نقطة ترام وأحطي نقطة انتظار في الوسط شيء تجاري ندخل عندنا هني عندنا داينر وعندنا فود مكان اكل وعندنا اشياء تجاريه ممكن نحطيها هني في الوسط على اساس الناس تستانس ونسوي الدوار هذا مرجعي وني بالترام داخل عندهم والناس اللي في شرق المدينه تروح للغرب بنفس الطريقه هاي طبعا نحتاج شوي اكسبيرينس لكن مش مشكله الحين المطافي نفسه صعب جدا لانه وايد كبير بس عندي مكان الحين هني حق مطافي صغير اوكي وعندي مكان حق بوليس ستيشن في الزوايا طبعا تذكروا هالاماكن راح نستغلها نحن في الاشياء الخدميه حق المكان نفسه هذا ممكن نحطي مركز شرطه هنا ممكن نحطي مركز طبي بعد صغير على على مداخل والاماكن الداخليه لهذا بدون ما اكسر شوارعي اذا ما يستوي اذا بكسر شوارعي لا بخليه
اول شيء هني في وايد باركينج، ما بحط باركينج، بنحط هذا هني مركز الطبي. الحين صار عندنا مركز استجابة قريب للناس كلها بعد في نفس الوقت. طبعا نحن الحين بدأ عندنا أشياء ثانية تشتغل، عندنا لاينز، عندنا ما أدري شو لاينز هني التول ماله تحت، ممكن تشوفونه. هل في باسنجرز رايحين ردين على المحلات؟ للحين ما في باسنجر. هل هذا حادث؟ ترافيك جام، يا الله في زحمة. هل أقدر أوسع الشوارع بدون ما أكسرهم؟ معلمة اللعبة الجديدة، لازم أشل منهم شوية، وأنا أحدد من وين أشل. طبعا جنزة ما راح أشل منها أي شيء، شو راح أسوي؟ راح صراحة أوسع الشارع هذا من الدخول. طبعا من تحت الجسر ما يستوي، لكن وين خط الترام؟ شوفوا خط الترام صار مكان بروحه هني. طبعا ما عندي مشاكل فعلية، فببدأ أوسع، مو مشكلة. أقدر أدق كنترول ولا شفت وأكسره؟ لا ما أقدر. أوفرلاي بنك آيتم جالس يعطيني، بس المكان الفعلي اللي ممكن أكسره، لأن الحين إذا نتبع هني ما في ترام، ترام جاي من هذا الخط صح، وهني ما في زحمة. عندنا الزحمة في نقطة واحدة فقط. هل معقول الباركينجز فل؟ نعم الباركينجز اللي حاطينهم فل، الناس قاعد تستعملها بشكل جميل. الزحمة الفعلية فقط هني، ما في مكان ثاني. شو الاوفرلابنج ايتم؟ هل هذا الحين اوفرلابنج؟ بشله، ممكن اي اجرب الحين، بس هني ما في ترام فعليا. خلنا نشوف، اظني اتس فاين، بس هاي اللي قاعد يضربون في الشارع يعني. يا اخي خلاص اعطى طريق روح، ليش الزحمه هاي؟ بس في زحمه عبور مشاة، فعلى اساس نتفادى هالشيء شو بنسوي؟ راح نجيب النقطه هاي، الطريقة هاي، وراح نجيب لنا نقطة من هني، بلغي العبور المشاة اللي هناك. صبر، الطريقة هاي وننزل عبور المشاة عندهم هني، ونقدر نوصل مجموعة أماكن. في ناس تمشي فعليا، خلنا هنا نحط عبور مشاة. زين، بنحط عبور مشاة بالطريقة هاي. هل هذا وايد مرتفع يا جماعة؟ اتصور هي، بس احس عادي. حسب الطريقة هاي، نجيب الطريقة شو هاي، استوى عندنا ممر عبور المشاة، وبقدر أشل بالطريقة هاي. نروح على التولز، نسير عبور المشاة ونشله من وين؟ من هني عبور المشاة. خلهم ياخذون درب شوي طويل، بس ما يوقفون الشارع يسوون زحمة ويخطفون في نص الشارع، لا يبا ياخذ له لفه من هني، شارع جانبي ما في زحمه، ويروح وين ما يبا. طبعا هني طبعا يعطي وايد احتمالات وين يروح وين يرجع، يقدر ياخذ راحته. فبالطريقه هاي جنزه 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 يا جنزه، محلات جنزه. الحين المدارس اخبارها ما فيها وايد طلاب، لان انا عندي محتاج تعداد سكاني شوي مختلف، ممكن نمدد شويه صناعاتنا واشياءنا، لكن حاليا كفكرة عامة عندنا جامعة. والجامعة طبعا من الأشياء اللي تستهلك نقد كبير، وما عندنا مدخول حاليا كبير اللي نقدر نسوي توسعة عملية. مثلا هذا كم ناس دخلنا كرود أويل، مش كم عندنا سيربلاس نحن أصلا كرود أويل. أنا أظن الكهرباء يمكن تنقص عندي ولا لا؟ الكهرباء ممتازة بعدها شغالة. هل نحتاج اصلا نحن اويل؟ فعليا هي ناقصنا، عندنا نقص بعدنا في البترول.
لأن عندنا مصنع هني، المصنع هذا شو يستهلك؟ waiting for ambulance. أوكي مش مشكلة. يستهلك minerals زائد crude oil. يعطيك chemicals. chemicals نظريا هايل الجماعة الطيبة اللي راح يصدرونها حقنا. vehicles anywhere. هذا when. 5000 وشي طن. في ناس قاعدة تشل يعني أمورها طيبة. وهاي على فكرة يعني هي اللي قاعدة الحين تحمل من عندنا سامون. شوفوها إن شاء الله تشل سامون. شوف هاي طلعت زيرو مكتوب ليش؟ ما يصير. ليش ما شلت شيء صديقي؟ الله يسامحك. إنزين. يا الله يا كريم. الحين ممكن نسوي واحدة من شغلتين، قلنا يا نمدد المكان هذا واللي هو راح يكون هنا في مركز خدمي بسيط موقف ترام، يعني خلنا نطلع لنا الشارع ثنائي من هنا بشكل مستقيم. المشكلة الحين إذا أنا صرت تحت أو صرت فوق، شوفوا لازم اسوي له مكان وادخل بالعرض عساس اقدر اسوي شيء. وهني بيكون عندنا الداون تاون الامبر روس، هذا اللي هو عباره عن 750 اكس بي، يعطينا وايد اكس بي بروجريشن بانل، واستوى عندنا 15 بوينتس تحت، وفتح لنا يعني المجال ان نحط وايد اشياء. لكن حاليا إذا أنا بسوي شيء ما بروح انرجي باتري ستيشن، هاي ما بروح لها، أبا أدفانس بومبنج ستيشن، أبا مستشفى لو أنه غالي، أبا اندستريال ويست بروسسنج. والله في وايد أشياء أباها صراحة، واحدة منهم الأندر جراوند باركينج. والله الاختيار صعب يوم تلفل في سيتي سكاي لاين، وايد صعب يا جماعة، يعني ممكن مطار ممكن اشياء، يا الله ماذا صعوبة الاختيار. طبعا قلنا ما بسوي الاوره هني ولا البترول هني، ف خلاص بنبدا نخطط هذا المكان، وفي الفيديو القادم ان شاء الله راح اكمل تخطيطه. واتمنى ان تعجبكم عشوائية اللعبة فعليا، يعني ترى الموضوع مش مجرد عشوائية امورا طيبة. زين، الموضوع مش مجرد بالنسبة لي عشوائية، لكن في أبا أوصل الفكرة مرة ثانية على آخر الفيديو، في يعني العشوائية هي المدن بنت عليها، يعني حتى مجرد أن أسوي الأرض سيدة الحين أساس تناسب طموحاتي ترى فعليا غلط، مش مفروض أسوي شيء نفس هذا على فكرة يعني. لكن الحين على أساس نحصل أفضل النتائج ونقول أن المدينة شغالة، دام المدينة شغالة يعني عندها الموارد وعندها الأشياء وعندها الفلوس أنها تقعد شو تسوي، تسوي أشياء نفسها. بنحط هنا مينا تصدير نظامي عند البيوت، ومينا ناس، ما عندنا مينا يجذب الناس على فكرة، ونبى المترو يروح مر الحين لين جنزة، ومن جنزة يروحون سيدة للمدينة الرئيسية. بس بكل اختصار يعني الموضوع بكل بساطة، طبعا في ناس راح تحتشر على تصميم المربع، لكن المدن اللي بنيت حديثا بنيت بالطريقة هاي، المدن القديمة اللي بنيت أقرب لهذه المدينة، المدن الحديثة بنيت أقرب لهذه المدينة. أنت شو عندك؟ يا الله يا الزحمة، تبا لكم. انزين، إلى الزحمة طبعا أنا أتكلم، فسامحوني إذا ضايقتكم. انزين، فبالتالي الخطة المستقبلية، شوفوا أني أزعج 90% من اللي يتابعوني بالطريقة هذه. اوكي، عندنا هذا التول غير فعليا حياتي في سيتي سكاي لاين. زين، هني بنسوي لنا سنتر صغير للمدينه في النص هني،
وإذا قدرت صراحة نوعا ما أبغى أحط جامعة هني. والله جامعة هني مكان إذا أخذ هذه البقعة وأحط جامعة في مكان عالمي للجامعة، بس ما أدري الناس بتوصل لها بسهولة ولا صعوبة. فبالنسبة لنا الحين هذه المنطقة باختصار، طبعا هاي ما بخلي لها فيديو كامل وهذا، لا 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 لا، المنطقة أبسط من ما يبدو عليه بوايد يا جماعة. انزين، فشو بسوي؟ نحطي بالطريقة هاي. بكل بساطة، بكل بساطة، لحظة لحظة لحظة، أنا شو سويت؟ زين، امتداد البيوت لين هني، بخلي بلوك خدمي حدائق، بحطي بلوك هني، بني بلوك تجاري في الأمام عساس نوصل للميناء. يمكن نحطي أشياء هني على الزاوية، يمكن في أشياء ما توصل عندنا ترى بعد إعادة التدوير، هل هي توصل لهني؟ أنا مو بعارف صراحة، فلازم أتأكد من هذا الشيء. فأشوفه واصل، هذا هو جاي لين هني، بس الطريق يعني طويل جدا. زين، عندنا المكان يعني نظامي إلى أبعد درجة ممكنة. عندنا داون تاون، عندنا الفلل، بنحط عندهم ميناء، أشياء يعني أول شيء يرفع المدخول مالنا، يسوي لنا وايد أشياء. هذا راح يعني يغير الحياة، ترافيك أكسيدنت. خلنا نشوف حادث يا جماعة. يا حبيبي روح، وين الدورية؟ هذه الدورية الحين، دورية هي مسوية حادث ولا مسوية زحمة؟ أقول لهم طلع يروح وخلاص، سووا لنا زحمة الجماعة. فهاي واحدة من الأشياء اللي موجودة الحين في سكاي لاين ترى. زين، الحين هني مثل هالشارع اذا تبونهم ما يوقفون، ممكن نغير نوع الشارع، ممكن نحط في الوسط شيار يمين يسار، نلغي الباركنات سايد ووك. فمثلا خلنا نشوف الشارع الرئيسي اللي هني، خلنا نعطيكم فكره عن البقلدات اللي موجوده. ممكن نحط في الزوايا يمين ويسار، يمين ويسار اشجار، وفي الطريقة هاي غيرنا شكل منو. طبعا المفروض انها تكبر يعني الشيرة with time. زين، وعندنا ممكن نحطي الوايدر رودز، الاشياء الثانية ممكن نحطي حشيش في الوسط، بس الحشيش يلغي لي الشيرة، بس ممكن احطي حشيش على الشيرة. شوفوا، انا ما اقدر احطي حشيش في الوسط وشيرة يمين يسار، ولكن ممكن اسوي ميكس ما بين الاثنين. بس هذا كمدخل مدينة أحسه فوق المرضي يعني، جميل جدا، ينتهي بك إلى حديقة، سكوير جميل. أتمنى يعني أن أعجبكم يعني، وأتمنى أن كانت حلقة نالت رضاءكم، ممتازة. فنشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة على خير. ومشروع بيكون يعني أكمال جنزة فعليا، لازم نقعد نكمل في المشروع هذا، ما يستوي أن نخليه على جنب. فمشكورين على متابعة الفيديو، مشكورين على الدعم، بنحاول نرد على كل الكومنتات والتساؤلات والأشياء اللي ما تعجبكم إن شاء الله من خلال السلاسل اللي موجودة. كان معكم خليل من خليل جيمينج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.